لك يا شيخ، هل غسيل الكلى يفسد الصوم؟ أولا بارك الله فيك، إن اللي يحتاج إلى الغسيل هل يمكن أن يغسل في الليل أو لا؟ لا، أسألك، هل يمكن بأن يقول الأطباء سأكون غسل بالليل؟ إذا كان يمكن فلا يجوز في رمضان أن يغسلها في النهار، وإذا كان لا يمكن فإنه يفطر في النهار لأنه مريض ويقضي فيما بعد. نعم.